5000 جنيه انت يا جرواية ظهر وديل شعراية ماسك وبتقول شراسة كمان. خمس تلاف جنيه بص عاملة ازاي جرواية ها ما شاء الله والله تحفه جميله جميله الله اكبر الله صل على النبي اديني رقم التليفون يلا يا عم اعمل ايه هات رقمك طيب ده الرقم بتاعك 012 2 7 8 3 3 4 6 استنى شغال يجي منها خلي بالك حلو ما شاء الله الله حلو بس خلاص الاذان استوب اللعب استوب اللعب بقى خلاص هو فاكرك ان انت كنت بتطلع بيه على الحلقه لا لا ما هو يعني يعتبر كلبي على ماكس توست صح؟ ده انا مربيه من هو في عمر الجرو ده كده او اصغر كمان اه بتاع واحد حبيبي يعني بس ده سيمبا بقى ايه؟ المقاتل والله ما سامعك عشان ده طلعته ايه ولا قال عن الكمامه وسيبني عليه لا لا مش الصبح يا عم انا حاسه خاسس بكام الذكر ده يا عمك؟ ب 4000 جنيه اديني رقم التليفون يا عم احمد اديني رقم التليفون الصغير ده الشرطه جنب جد لا لا بيعط هات الرقم هات الرقم هات الرقم قابليا لا لا بيعط بجد هات الرقم طيب 012 07 123 766 بكام؟ 5000 كلب فك الاسد فك هيروح يضرب اي حد ده لا ده مروح البيت تقريبا دكر بيكن ¡Gracias!
الجريفونات. شواوا دي السودة دي ولد ولا بنت؟ ولد. شواوا اسمه كلاب الشواوا زي القطط، لما بتطلع بره البيت بتخاف. بس بتروحش ازاي؟ ده الصايع بتاعنا الجريفون ده الالماني، ده الكلب اللي بيعمل كل حاجه. الجريفون شرس وبيحرس. ولد بكنوان. عندي بوبا، اغلى بوبا اللي لها قرود بس غاليه. بقول لك يا خال، مش عايز تبيع الشهر ده؟ ها؟ مش عايز تبيع؟ لا والله بتاع واحد والله. طب الاقي فين يا خال؟ خش سوق الحمام، سوق الحمام. خش سوق الحمام من الزواق ده، هتلاقي واحد واقف بتنايه ومطلق ورصص بشراب. مفيش؟ منزلش؟ ده بينزل كل جمعه والله. وزة ورا تلاجة. خد وزة. مش المفروض يحطوا جنبها بطة عشان يبقى اللي عايز يجيب حاجة يبقى معاه وزة وبطة؟ حلو ده، مش علاقة. انا مش عارف ايه اللي بصوره ده، مالنا بالفراخ والحاجات دي. جريفون حمام بلدي، حمام بسرة، اللي انت عايزه بقى. قطط بس مميز المرة دي. ذكر البيكن ده كابتن مميز. الجريفون النايم الابيض ده مميز. الشواوة الاسود ده مميز. الذكر ده برضو كويس. دي الحاجات المميزة الجمعة دي مع عم سعيد. طبعا القطط البيكن فيس، او خلينا نقول عليها دي زراير، دي هي مكسله شويه. ده بيكن فيس. وشه مضغوط سيك. طيب عم سعيد اديني الرقم. 012-2 0 4 2 9 4 2 4 رقم عم سعيد. بكينات بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم صل على النبي. الدباديب الصغيرة اللي الناس سألت عليها، تمام. وقف كده، ألوان كريمي، في بلاك، ورجليه مقطقطة كده. دي بن ولد ده، أحجام مني ما شاء الله. تعالى يا كريم أنت، اطلع اطلع اطلع. ده عسل ده، بنوت عسول القمر ده ما شاء الله. أيوة خليكي متشعلقة كده عشان إيه ما يدوسوش عليك. انا كل ما احفر الاقي. ما شاء الله بنوته قمر قوي، حجمها ميني. كل ما امد ايدي اطلع حاجه. اللهم صل على النبي. ولا كريمي برضو مش ابيض، كريمي فاتح. الحته بكام من دول يا ابو حميد؟ ب 500 جنيه الحته. الحته ب 500 جنيه. والاسود ب 400 جنيه. اي حته بلاك ب 400، اي حته فاتحه 500 جنيه. جريفون دول. اديني رقم التليفون يا صاحبي. رقم ايه؟ لكن بتصور بقى الحاجه اللي عايز تصورها عندي دي. ماشي. طب قول الرقم قبل ما اروح. 012-252-3-0-8-2-8. معاه برضه قطط اهي. بص بس
الابيض ده بكام؟ عامل 2000. ده ب 1500 جنيه. ده ب 1500. دبدوب ده والدباديب الصغيرة اللي جنبه يعني ده مثلا ده عامل 700 ب 700، واللي جنبه ده اللي على يورك ب 1500 جنيه. الوانه داخلة على اليورك شوية بس على فاتح ما تفهملوش ده ايه ده. تعال ما شاء الله ناس حاجه يبقى يكلمني ان انا مش شايف انا بصور ايه عشان ايه الشمس ضربه في عيني. ثم حاطين دليله هنا للجراوي عشان الحر ما شاء الله. جراوي جيرمان بنوت بكام يا معلم؟ ب 1200؟ 1100. طب اديني رقم التليفون بتاع ابوك انت مش حافظه. ب 1100 انت يا جيرمان؟ تطلع شورت، تطلع لونها مظبوط اهو. بقى الوان وشورت هي كلبة ستريت عشان ايه ما تعبش نفسه. ورك لاين يعني. كويس هات الرقم يا عم متر تليفون 012 060 ايه 39 032. الناس اللي كانت بتدور على سمك فايتر بألوان حلوة وسعر مميز الحتة ب 80 جنيه. بص الألوان دي التركواز بقى وكحلي في أحمر أحمر. سمك الفايتر طبعا سمك مميز جدا ان هو مش بيحتاج بقى ولا أكسجين ولا أي حاجة، هو حوض صغير والحتة ب 80 جنيه عندي ومعمر يعني كويس مناعته حلوه مش ما شاء الله يعني لا اكسجين ولا فلتر ولا وجع. ما شاء الله بص بص العسل ده كل دي تكره على فكرة. بص ده سبحان الله على الجمال الله أكبر. عندهم بقى ايه اكياس سمك اللي هي سمك احواض العادي بس ده اميز حاجة جولدن فيش اللي انت عايزه تلاقيه. كل الاسماك عند الراجل ده بيجيب اسماك النادر والعادي وال والنص نص اي حاجة. اديني رقم تليفون حضرتك يا حاج. 0100 25 49 49 تاني 49 تاني 6. اللي عايز اي سمك من الفصائل اللي انت شايفها اللي انا مش عارفها دي بيكن فيس شقاوة. اللي عايز يربي حاجة مميزة بتقف على الكتف يا قطط. ما شاء الله بكام دي يا صعيدي؟ بكام دي يا معلم؟ 1500 يا باشا. الله يخليك يا رب. خد بالك انت عامل 1200 وفي كلام برضه. 1200 وفيها كلام. في كلام عندي خد بالك خمس حتت موجودين على ايدي. لسه في خمس حتت كمان؟ اه ان شاء الله. يا مصطفى. طب اديني رقم التليفون. 0100 180 414 اللي عايز حاجة. بسم الله بس 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 هتخربشك وانت الغلطان مش انا محرق خلي بالك وانت
دي لونها عينيها ازرقات. بس يا شاي ده ولد ولا بنت؟ ده بنوته. بنوته دي ماشي بنوته. خلاص خلاص انا شفت، انا شفت لمحته والله. جرواي جيرمان واد ولا بنت؟ بنوت. بنوت الله اكبر. 35 يوم شورت هير نضيفه، بص ودانها بتلمع. الله اكبر. بكام يا معلم؟ 1000 ونص. بكام؟ 1000 ونص. ب 1500 جنيه. طب الحته الكوكر دي واد ولا بنت؟ بكام؟ 800 جنيه. ب 800 جنيه. يا بنت بنت. حلو حلو. طب هات رقم تليفونك. 012 2 74 64 64 865. اللي عايز حاجه يتصل عليه. كوكر اسباني. كوكر اسباني والبنوته العسل دي. دي متطعمه ولا لسه؟ انت دي لسه. دي الاب عالي والام على قدها. هي طلع شورت الاب عالي، الوانها كويسه مش وحشه. هتطلع ماسك كمامه وتك خفيف فوق. بس لا استنى، الماسك ده مش هيفتح زياده يعني. شايف لما تقلب الشعريه الماسك ده هيبقى لحد هنا كده. احتمال احتمال ما يفتحش عن كده، احتمال كبير ما يفتحش عن كده. بص ده الفرش بتاع موريم حيث الاطواء المميزه والشدادات والخناقات. حلو الخناق ده للجراوي. بكام ده موريم؟ بكام ده؟ في كام سديري؟ معرفش والله. كمامة كتامة كمامات سلك. لسه شايف بس 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 يمر الناس. لا ما شكرا شكرا. تو تو الاسد فرشة ايه ممكن تسرح بيها شعرك؟ تو والسديري فرشة حلوة بتطلع الأبلة. بس يا ابني بس يا حبيبي. ما شاء الله ده محمل قوي، ده محمل قوي، ده جر أسد. بص ده بتاع النوتي مثلا أو الكلاب الشعر. ده بتاع الوحوش. محملة قوي الحاجات دي. اسمع بقى كلام الورق. استنى استنى استنى. دي عضاضة لو ابنك سنانه وجعان. بس حبيبي. ودي فرشة بتطلع القبلة. وده مش ضيق وواسع لو عايز تسرح شعرك والمشاب بتتكسر. اديني رقم التليفون يا ام مريم. 012 012 2 2 4 4 4 6 9 6 9 0 8 2 0 8 2. استنى ده جامد ده. ده جامد. حلو قوي ده. حلو للجراوي وخصوصا لو جراوي شاي. ده ممتاز. في اضواء صغيره.